قابل معروف الفانت أنطونيو باللا مبالاة المخرج، والكل يركز على أنطونيو كاسانو الإكس جوكاتوري اللاعب السابق لسامدوريا واللي متواجد على مقاعد البدلاء في هذه المباراة. بعد قليل سينطلق الحوار، بعد قليل سينطلق اللقاء. المواجهة أودو باباستوبولوس يبيز وأيضا أنطونيني فا بولي بالوب وغوبيرتي مانيني وسط الميدان، مكيدا ومكروني اللي يلعب لأول مرة مع سامدوريا. سامبر 2003 عندما فاز في ملعب مراتزا سامدوريا. روبينيو، روبينيو يوم الأمس احتفل بعيد ميلاده 27، هل سيحتفل بانتصار؟ تسديدة من بعيد، أول تهديد، أول محاولة لميلان، بروفا كانت من مريكر اللاعب الألماني، سحب الهدف الثاني في شباك ماري في لقاء انتصر فيه ميلان بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وبالتالي يجد نفسه كرة أمامية. تعود من جديد ألكسندر باتو، 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 باتو يسدد والكرة في الركرة الطويلة مع تحرك سريع لروبينيو، فولتا يتابع روبينيو، روبينيو يقود هجوم سريع، يمرر كرة ذكية، ميريكل، ميريكل حاول المرور لكن الطلب كبير لميلان، غوبيرتي في التمرير، الكرة تلعب ناحية مكروني، مكروني وركلة مرمى، أوتو، أوتو عرضية، دفاع يتابع التسديد بقوة والكرة في الركنية. ركنية محاولة كانت من تياغو سيلفا يسدد كرة من بعيد أمامنا التسديدة ركنية كرة تنفذ بسرعة روبينيو لميركل، ميركل عالية داخل منطقة باتو بالرأس وباتو جول 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 باتو يعود بقوة باتو يسجل باتو يعلن عن فانتاجو لميلان على الطاير باتو يسدد والكرة في الشباك ألكسندر باتو يصنع الفارق يعلن عن تقدم ميلان وجالياني أكيد سعيد لكن لن تكتمل سعادة جالياني إلا بانتهاء اللقاء والتأهل لا وجود للتسلل باتو سدد كرة مباشرة لم يعطي الفرصة لا للديف فولتا فولتا متابعة في محلها وكرة تعود لميلان إيمان ويلسون يمر إيمان ويلسون ينطلق يمر لباتو باتو 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 بيرسونالي أكسيوني مجهود فردي كبير من جانب استراوديناريو الفوق العادة هو ألكسندر باتو دوبيتا لباتو الهدف الثاني لباتو لكن هذه المرة بطريقة رائعة يراوغ دفاع سامدوريا يضع الكرة في سقف المرمى وباتو يؤكد العودة لأليجري يؤكد بأن ميلان لا يتوقف على إبرا لا يتوقف على روبينيو بل حتى باتو بإمكانه بإمكانه أن يبدع بإمكانه أن يتألق بإمكانه أن يؤكد بأن واحد الأرقام الصعبة لميلان إيمانويلسون الهولندي الصفقة الجديدة على غرار إدغار دافيدز يمر الكرة لاسيست ممتاز الباص من إيمانويلسون لكن الروعة والإبداع استلتيلو كل هذه الأسماء تغيب وبالتالي غاي سامدوريا بالومبو يسدد كرة بعيدة منافسة بين ميلان واللاتسيو تسديدة كرة بعيدة على روما الحارس روما هذه الفترة وفي هذا العام يفكر كثيرا بهذا اللقب شان وشان أندية أخرى هذه محاولة خطيرة بلمسة واحدة ميركل الألماني ذكرنا بلمسات الفان باستن الوان تاتش بلمسة واحدة شوف الكرة شوف أوتو أوتو لعب كرة عرضية وبلمسة واحدة بيس يتابع مكروني يمرر فرصة للانطلاق والتسديد وفرصة التسجيل كان أول تهديد جاد من جانب سامدوريا مكيدة أمامنا كرة كانت مركزة كرة كانت قريبة جدا من القائم الأيمن يخطي فريق ميلان في إرجاع الكرة تسلم مكيدة محاولة لسامدوريا غوبيرتي سدد الخطورة موجودة مكروني ضيع يضيع مكروني فرصة لتقليص الفارق كرة تعود من جديد سامدوريا في الهجوم عالية الدفاع يتابع
فريتي في مرة أولى مكيدة يمهد مكانوني لم يكن في التسلل، لكن تولص الكرة داخل منطقة الجزاء. الأبعاد حاضر، جوبيرتي الآن، جوبيرتي في الهجوم، جوبيرتي عرضية، لكن التدخل الأخير من باباس تاتولوس للأمام ناحية روبينيو. ميركلي مر لروبينيو، فرصة للهدف الثالث الآن، بوتو في الانطلاق الآن، بوتو روبينيو، الكرة تضيع، روبينيو يضيع الفرصة. قوم بيه لاعب ميركل وراء كل محاولة، كل هجوم. دوريا ركنية لميلان، الكرة تلعب المستوى القائم الأول، هدف ثالث باتو، لكن لم يتمكن. عيد الكرة من جديد، أوتو الكروس ممتاز، وميركل بالراس. ميركل فريق الضيف ميلان لعب الشوط الأول بتشكيلة ضمت روما حارس تمرير مانيني، دانييلي ينطلق الآن، دانييلي يسدد ويكسب ركنية. أحد من ركل الجزاء روبرتو مانشيني، جلوكا فيالي الثاني، وفيرديس كان صاحب هدف ميلان الوحيد. كرة من مكروني، وساندوريا سجل، ساندوريا سجل عن طريق كوبيرتي. مكروني وراء هذه الكرة، وراء الكروس مليمتريكو، وكوبيرتي بالراس، والكرة داخل الشباك. اللاعب ماسيمو مكروني بدا مشوارها مع ميلان قبل أن يلعب مع براتو باريزي ويبولي، وتجربة في ساندوريا يبدأ بقوة. باتو في الانطلاق، ميركل عرضية، وطورة للميلان، وإمكانية للثالث. لوكا يسدد أنتونيني. ساندوريا يبحث عن هدف التعديل في ظل التراجع الواضح. مكيدا يخترق، مكيدا داخل المنطقة، ماتسوليني يعمل باستمرار اللعب، مطالبة بركلة الجزاء من جانب مكيدا وجماهير ساندوريا. كرة تعود لميلان، الانطلاق دييغو سيلفا الآن، دييغو سيلفا يتقدم، يمرر لروبينيو، روبينيو، محاولة خطيرة روبينيو، لوتشيانو تزاوري متخوف متراجع، أعطى الفرصة لروبينيو، باليسرى سدد، لكن الحارس البرازيلي داكوستا إعادة في الحتة لزيجلير، ماسيمو مكروني، مكيدا عرضية، ودياغو سيلفا يتابع، كرة زادت خطيرة وفرصة للتعديل. ساندوريا كاد أن يعدل، كل الطرق تؤدي لروما، لكن هذه الكرة لم تكن في طريقها نحو شباك الحارس روما. التعديل، وفريق آخر يسعى للحفاظ على التقدم أو تدعيم النتيجة بهدف ثالث. فان بومل الآن، فان بومل يمرر، وعند أوتو يسدد، استضاف مانيني للوراء، لوتشيانو تزاوري الكروس، وفرصة خطيرة لكن لعبها في المدرجات في سبالتي. كوبيرتي الاختراق، تيسوني يمرر، زيكلير يرفع كرة داخل منطقة، رأسية من مكيدا تسديدة وبعيدة، وأيضا ستكون هناك علامات استهجان واضحة، محاولة خطيرة، كرة عرضية من لوتشيانو تزاوري، متابعة تلعب داخل منطقة الجزاء، تابع الكرة تلعب داخل منطقة خطيرة، لكن الإبعاد من دييغو سيلفا، خطورة مستمرة والكرة تخرج لخارج عرضية المجد. مرة أخرى الكرة عند مكروني، ماسيمو داخل منطقة ويبيز، تدخل أخير باستبدال، وفي حالة هدف يأتي من جانب ساندوريا. يانكولوفسكي، دييغو سيلفا، انطلاق لأنطونيو كاسانو عرضية، كرة خطيرة من كاسانو، لكن زيجلير إنسان يمارى الكرة لأنطونيو كاسانو سدد كرة قوية، بروفا للتيرو كانت من كاسانو في آخر لحظات. شوفوا كاسانو يفكر، أيضا كان يفكر في الرد على الجمهور. ضايع، هي دقيقة واحدة وتأتي صافرة النهاية، لكن في انتظار هدف ثالث أنطونيو كاسانو، بالكرة، داخل المنطقة، أنطونيو يمرر، كرة كانت من جلب أنطونيو كاسانو من جديد يعيدها، يكسب ركنية. دييغو سيلفا، ديسوني الكومان، كومان يجرب حظه، مع آخر كرة يراهن على ساندوريا، دا
تصل سهلة لعند الحارس روما. روما يمسك بالكرة، وفي هذه اللحظة في الوقت اللي كان فيه جالياني متخوف من هدف قاتل من جانب فرقة الدوريا، تأتي سافرة الحكم ماتسوليني لتعلن عن ابتسامة للمدرب أليجري. ميلان في النصف النهائي، ميلان يتمكن من تحقيق الفوز على حساب سامبدوريا بهدفين مقابل هدف واحد. بهذا ميلان يصل للدور النصف النهائي وسيلاقي باليرمو